بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 42. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه، فهو شريك له في حصول المطلوب، والله تعالى لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا فيه بيان الفرق بين الشفاعة عند الله والشفاعة عند المخلوق. الشفاعة عند الله لا تحصل إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع فيه. أما المخلوق، الشفاعة عند المخلوق فليس لها شروط، فيشفع الشافع ولو لم يأذن المشفوع عنده، وكذلك لو لم يرضى عن المشفوع فيه، ويضطر إلى قبول الشفاعة لحاجته إلى الأعوان من الوزراء والوجهاء، فيقبل شفاعتهم لأنه بحاجة إليهم لإعانتهم إياه ويتألفهم بذلك. أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه. وأيضا من الفوارق أن المشفوع عنده من المخلوقين لا يعلم عن أحوال المحتاجين والمضطرين، فيحتاج إلى أن أحد يبلغه عنهم. وأما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم حوائج عباده ويعلم أحوالهم، ليس بحاجة إلى أن يبلغه أحد عن حوائج خلقه. نعم. والمخلوق يشفع عند الله، هذا فيه بطلان قياس شفاعة الشفاعة عند المخلوق على الشفاعة عند الله لما بينهما من الفوارق. نعم. والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه، فهو شريك له في حصول المطلوب. نعم. والله تعالى لا شريك له. نعم. كما قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم. فإذا حصل الغرض للمشفوع له فقد اشترك المشفوع عنده والشافع في قضاء حاجة المخلوق، والله جل وعلا لا شريك له، فهو الذي يدبر أمور عباده ولا يشاركه أحد، لا وزراء ولا شفعاء ولا غيرهم. هذا من الفوارق. نعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فالمشركون يعبدون الملائكة ويعبدون الصالحين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيجعلونهم شركاء لله في قضاء حوائجهم. الله جل وعلا أبطل هذا، لا يملكون مثقال ذرة، أصغر شيء، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فالشفعاء ليسوا شركاء لله في تدبير أمور عباده، ولا يملكون شيئا، الملك كله لله سبحانه وتعالى،
لا يملكون مثقال ذرة. فكيف تصرف لهم العبادة وهم لا يملكون شيئا؟ نعم. وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من يفعل ذلك ونهى عن اتخاذ قبره عيدا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك. لماذا تتخذ القبور مساجد؟ لأجل الشفاعة، ولا يزال في سياق الشفاعة. فالذين ينادون الأموات ويستغيثون بهم ويطلبون حوائجهم منهم، إذا قيل لهم الأموات لا يقدرون على شيء، قالوا نحن نعلم أنهم لا يقدرون على شيء، ولكن نريد أن يتوسطوا لنا ويشفعوا لنا عند الله، فنحن نتقرب إليهم من أجل أن يشفعوا لنا عند الله، وإلا فنحن نعلم أنهم لا يملكون شيئا ولا يقدرون على شيء ولا يخلقون شيئا، إنما جعلناهم وسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، فيبنون على قبورهم من لأجل هذا الغرض، لأجل أن يكونوا شفعاء لهم عند الله، ويدعونهم ويستغيثون بهم عند مشاهدهم لهذا الغرض، الذي هو نفس الغرض الذي قاله المشركون من قبل: إنما نعبدهم يقربون إلى الله زلفى. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في المخلوق، لا سيما الأموات، واتخاذ القبور مساجد صلى عندها أو يبنى عليها، لأن هذا من الغلو، ولأن هذا من وسائل الشرك بالله عز وجل. نهى عن ذلك في أحاديث مستفيضة عنه صلى الله عليه وسلم، بل لعن من فعل ذلك، دعا عليه باللعنة. وهذا يدل على أن البناء على القبور كبيرة من كبائر الذنوب، لأن صاحبها استحق اللعنة، وذلك سداً لوسائل الشرك بالله عز وجل. وغلظ في النهي عند موته صلى الله عليه وسلم، ليحذر أمته أن تغلو في قبره كما غلا الأمم السابقة في قبور أنبيائهم، فحذر من ذلك قبل موته بوقت قريب، بل في اللحظة الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، يحذر أمته أن تفعل عند قبره مثل ما يفعل اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم، حماية للتوحيد. لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، القبور إنما هي بيوت الأموات، بيوت الأموات، ليس لها شيء من الأمر، أو أنها تقضي حوائج السائلين، أو أن الأموات يغيثون من دعاهم ويستجيبون لمن دعاهم. فلماذا لا يصرف هؤلاء دعاءهم واستغاثتهم إلى الله جل وعلا، الحي الذي لا يموت، القادر على كل شيء؟ لماذا لا يصرفون؟ لكن الشيطان هو الذي أملى عليهم هذا الأمر، ليصرفهم عن توحيد الله وعبادته، حتى يشركوا بالله فيدخلوا النار معه، إنما يدعو حزبه
ليكونوا من أصحاب السعير، فهو يدعوهم إلى هذا بصرفهم عن التوحيد الذي بسببه يدخلون الجنة إلى الشرك الذي بسببه يدخلون النار، لأنه عدو لهم، والعدو لا يريد الخير لعدوه وإنما يريد الضرر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم عند موته بالذات، وكان يحذر من ذلك قبل موته عليه الصلاة والسلام، لكن عند موته أكد النهي والتغليظ خشية أن يصنع عند قبره ما يصنع عند قبور الأولين من الأنبياء والصالحين، رحمة بأمته وشفقة عليهم من أن يقعوا في الشرك، وخصوصا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تجتمعون عنده وتترددون عليه، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد، والوثن هو ما يعبد من دون الله سواء كان قبرا أو شجرا أو حجرا أو يعم، كل ما يعبد من دون الله فهو وثن. هذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم، شفقته بأمته. نعم. وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من يفعل ذلك، ونهى عن اتخاذ قبره عيدا. نهى عن اتخاذ القبور مساجد عموما، سائر القبور، ونهى عن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا على وجه الخصوص، وأن يجعل عيدا يعني يعتاد التردد عليه وتتكرر زيارته صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يسبب الغلو في قبره ويجري العوام والجهال على التعلق بقبره صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا سلم القادم على الرسول صلى الله عليه وسلم أول مرة لا يكرر هذا، إنما أول ما يقدم يسلم على الرسول وعلى صاحبه كسائر القبور، ولا يكرر هذا، لأن التكرار هذا من اتخاذه عيدا، وهذا يجر إلى الشرك بالله عز وجل. نعم. وذلك لأن أول ما أحدث الشرك في بني آدم كان في قوم نوح. نعم، ما يدل على أن الغلو في الصالحين سبب الشرك ما حصل لقوم نوح، كانوا على دين التوحيد وعلى ملة آدم عليه السلام، توحيد الله وعبادته، حتى مات منهم رجال صالحون علماء صالحون فقدوهم لما ماتوا وحزنوا عليهم، فجاءهم الشيطان واستغل الفرصة وقال صوروا صورهم وانصبوها على المجالس لأجل أن تتذكروا حالهم فتنشطوا على العبادة، جاءهم من هذا الطريق، استغل حزنهم على هؤلاء فقال صوروا صورهم من أجل أن تتذكروا أحوالهم وتنشطوا على العبادة، ففعلوا ذلك، صوروا صورهم ونصبوها، ثم لم تعبد، أول ما وضعت لم تعبد، لأن المسلمين كانوا
على التوحيد، وفيهم علماء ينهونهم عن الشرك بالله عز وجل. وإنما الغرض من هذه الصور النشاط على عبادة الله عز وجل وتذكر أحوال الصالحين، هذا غرضهم من ذلك. فلما مات هذا الجيل ومات العلماء، جاء الشيطان لمن بعدهم فدعاهم إلى عبادة هذه الصور، وقال إن آباءكم ما نصبوها إلا ليستغيثوا بها، وبها كانوا يسقون المطر. فصادف هذا جيلا جهالا ليس فيهم علماء ينهونهم، فعبدوا هذه الصور، وعند ذاك حدث الشرك في الأرض، حدث الشرك من هذا التاريخ. فبعث الله نبيه ورسوله نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة هذه الأصنام، ولكنهم عاندوا وكابروا ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء الصالحين، فقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. فأبوا أن يقبلوا دعوة التوحيد وأصروا على عبادة هذه الصور، فعند ذلك وما لما طال الوقت بينهم وبين نوح عليه الصلاة والسلام ودعاهم بكل وسيلة، كما ذكر الله في سورة نوح، دعاهم بكل وسيلة، تلطف معهم، دعاهم سرا، دعاهم جهارا، وبقي هو وإياهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى التوحيد. فلما أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، عند ذلك دعا عليهم، دعا عليهم بالهلاك، فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أمره الله بصناعة السفينة، ولما تكامل عمل السفينة أمره الله أن يركب فيها هو وأهله، إلا من استثناه الله منهم ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل. فلما ركبوا في السفينة فجر الله الأرض عيونا وأرسل السماء ماء مدرارا، فالتقى ماء السماء وماء الأرض وعلى على رؤوس الجبال حتى أهلكهم الله عن آخره، ونجى نوح عليه السلام ومن معه في السفينة. فهذا الذي سببه الغلو في الصالحين واتخاذ صورهم. نعم. ونهى عن اتخاذ قبره عيدا، وذلك لأن أول ما أحدث الشرك في بني آدم كان في قوم نوح. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. 10 قرون يعني 1000 سنة على الإسلام. نعم. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحاً أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فهو أول الرسل عليه الصلاة والسلام، وإن كان قبله أنبياء لكن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد قال الله تعالى عن قومه أنهم قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذا يدل على أن نوحا عليه السلام أمرهم بأن يدعوا هذه الأصنام وأن يفردوا الله بالعبادة، عند ذلك قالوا لا تذرن آلهتكم، لا تطيعوا نوحا فتدعوا آلهتكم. وهكذا
إذا عميت البصيرة والعياذ بالله وانغلق القلب وصل إلى هذا الحد. نعم. قد قال الله تعالى عن قومه أنهم قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال غير واحد من السلف هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح. هؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا قوما صالحين. نعم. فلما ماتوا عكفوا على قبورهم فلما طال عليهم الأمد عبدوهم. نعم. وقد ذكر البخاري في صحيح هذا دليل على أن الغلو في القبور يؤول إلى الشرك كما حصل لقوم نوح. نعم. وقد ذكر البخاري في صحيحه هذا عن ابن عباس وذكر ذكر هذا الخبر البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن هؤلاء رجال صالحون لما ماتوا غلوا في قبورهم صوروا صورهم فعبدوهم من دون الله. في بادئ الأمر كان الدافع لهم المحبة لهؤلاء، والغلو في المحبة يوصل إلى هذا الشيء. الغلو في كل شيء لا يجوز، فهذا فيه التحذير من الغلو في الصالحين لأنه جرى قوم نوح إلى الشرك. نحن نعرف للصالحين قدرهم ونحبهم ونحترمهم ونقتدي بهم وندعو لهم، لكن لا نتخذهم أربابا مع الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد ذكر البخاري في صحيحه هذا عن ابن عباس وذكر أن هذه الآلهة صارت إلى العرب وسمى. نعم. لما جاء الطوفان دفن هذه الأصنام، دفنها وطمرها تحت التراب، فنسي خبرها وكانت في جزيرة العرب. فلما جاء عمرو بن لحي الخزاعي جاء الشيطان إليه وقال له اذهب إلى جدة فيها أصنام معدة، خذها ولا تهب، وادعو إليها سائر العرب تجب. فحفرها هذا الخبيث ووزعها على قبائل العرب فعبدت من دون الله، وعاد الشرك بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا على دين إبراهيم. فلما جاء هذا الخبيث عمرو بن لحي بعث هذه الأصنام وحفرها ووزعها على قبائل العرب، فحدث الشرك في ذرية إسماعيل عليه السلام، إلى أن بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فحطم هذه الأصنام ودمرها واحدا واحدا، وعاد التوحيد إلى أهل الأرض والحمد لله. نعم. وذكر أن هذه الآلهة صارت إلى العرب وسمى قبائل العرب الذين كانت فيهم هذه الأصنام. فالذين الآن يحفرون عن الأصنام ويبحثون عنها وينقبون عنها يقولون هذه آثار، هذا فيه شبه من فعل عمرو بن لحي، وإن كانوا لا يقصدون أنها تعبد، لكن في المستقبل يأتي الشيطان إلى الناس ويقول لهم هذه تنفع وتضر، مع الجهل وقلة العلماء وقلة دعاة التوحيد فيعود الشرك. فلا يجوز العناية بها، يجب تدميرها. إذا وجد صنم فيجب تدميره تحطيمه، ولا يعتنى به ويقتنى ويقال هذه آثار. نعم، هذه آثار شركية. نعم. فلما علمت الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة الشرك بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد، وإن كان المصلي يصلي لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في القبور، والغلو في القبور أنواع، منه البناء عليها، لا يجوز البناء على القبور، القباب، المساجد، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك،
ومنها الدعاء عندها والصلاة عندها وإن لم يبنى عليها، لأن هذا غلو فيها. فإذا جاء الإنسان ودعا عند القبر يظن أن الدعاء عنده مستجاب أو له فضيلة، أو صلى عنده يظن أن الصلاة عند القبر لها فضيلة، فإن هذا وسيلة إلى الشرك، يتطور حتى يصل إلى الشرك. يقولون ما صلى عند القبر ولا دعا عند القبر إلا لأن هذا الميت له فضيلة وله خاصية. والشيطان لم يمت، الشيطان الذي أوقع قوم نوح في الشرك يوقع من جاء بعده بهذه الأسباب، فلا يتساهل في أمور الشرك ووسائل الشرك. وإن كان المصلي الذي يصلي عند القبر يصلي لله، أو الذي يدعو الله عند القبر، لكن الدعاء والعبادة عند القبر وسيلة إلى الشرك. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور. وإن كان المصلي يصلي لله، ونهى عن الدعاء دعاء الله، نهى عن دعاء الله عند القبر. أما إذا دعا القبر نفسه هذا شرك، لكن إذا دعا عنده فهذا وسيلة من وسائل الشرك. إذا دعا الله عنده فهذا وسيلة من وسائل الشرك. نعم. فلما علمت الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة الشرك بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد، وإن كان المصلي يصلي لله عز وجل، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس لئلا يشابه المصلين للشمس، وإن كان المصلي إنما يصلي لله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهة المشركين، نهى عن مشابهة المشركين للصلاة عند القبور أو الدعاء عند القبور، لأن هذا فيه مشابهة للمشركين، كما أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن المشركين يعبدون الشمس في هذين الوقتين، يسجدون لها عند الطلوع ويسجدون لها عند الغروب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين منعا للتشبه بالمشركين، ولئلا تعود عبادة الشمس وعبادة الشمس عند طلوعها وعند غروبها، مع تطاول الزمن ومع الجهل تعود عبادة الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد الوسائل التي تفضي إلى الشرك حماية للتوحيد. فالمصلي عند طلوع الشمس لا يصلي إلا لله، وعند الغروب كذلك، لكن هذا حرام، لأن هذا فيه التشبه بالذين يعبدون الشمس، ولا تزال طائفة إلى الآن يفعلون هذا الفعل، يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، لا تزال موجودة الآن، فيه طائفة تسجد للشمس عند طلوعها وعند غروبها. نعم. وكان الذي يقصد الدعاء بالميت أو عند قبره أقرب إلى الشرك من الذي لا يقصد إلا الصلاة لله عز وجل، لم يكونوا يفعلون ذلك. نعم. يقول: كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس لئلا يشابه المصلين للشمس، وإن كان المصلي إنما يصلي لله تعالى. وإن كان المصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها لا يصلي إلا لله، ولا خطر على قلبه ولا درى أنه ناسي يسجدون لها في هذا الوقت، لكن الرسول حسم مادة الشرك نهائيا، ولو كان الإنسان ما درى أن هناك من يعبد الشمس فلا يصلي في هذا الوقت عند طلوعها وعند غروبها. نعم. وكان الذي يقصد الدعاء بالميت أو عند قبره أقرب إلى الشرك من الذي لا يقصد إلا الصلاة لله عز وجل، لم يكونوا يفعلون ذلك. نعم. وكذلك علم الصحابة أن التوسل به، لما علم الصحابة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور
لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك تجنبوه ومنعوا منه ولم يفعلوه. لم يوجد صحابي يدعو عند القبور أو يصلي عند القبور أو يصلي عند طلوع الشمس أو عند غروبها طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يجي واحد يقول لا أنا عارفنا التوحيد وعارفنا العقيدة والرسول يخاف علي من الشرك، أنا ما عندي شرك، أنا بصلي عند القبر أو أدعو عند القبر ولا أخاف من الشرك. نقول له أنت عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولست أفضل من الصحابة، ولست أكمل إيمانا من الصحابة، ولست أبعد عن الشرك من الصحابة، ومع هذا لم يصلوا عند القبور ولا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وبعدا عن وسائل الشرك. نعم. وكذلك علم الصحابة أن التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته. توسل بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل كما سبق، إن كان القصد التوسل بدعائه فهذا يجوز في حياته عليه الصلاة والسلام، يطلب منه أن يدعو، أما بعد موته فلم يكن الصحابة يأتون عند قبره ويطلبون منه الدعاء أو أن يستسقي لهم، وإنما كانوا يذهبون إلى الموجود من الصالحين فيطلبون منهم الدعاء كما طلبوا من العباس، كما طلبوا من يزيد بن الأسود الجرشي، يذهبون إلى المفضول ويتركون الفاضل، لأنه لا يجوز الذهاب إلى الفاضل إذا كان ميتا، وإنما يذهب إلى الحي وإن كان مفضولا. فهذا فقه الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس بما يجوز وما لا يجوز، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذوا العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تلقوه عن الرسول، فهم أعلم الأمة بما يجوز وما لا يجوز. لم يكونوا يذهبون إلى القبور، لم يكونوا يطلبون من الأموات الدعاء والشفاعة، إنما كانوا إذا احتاجوا إلى الدعاء يطلبون من الأحياء الصالحين فيهم، فيقولون يا فلان ادعو الله لنا بالمطر، ادعو الله لي بالشفاء، ادعو الله لي بكذا وكذا، هذا لا بأس به، وإن كان الأفضل تركه كما يأتي، لكنه جائز، وإن كان الأفضل تركه، وأن الإنسان يدعو هو لنفسه، يدعو الله ولا يطلب من أحد ويحتاج إلى الناس. نعم. وكذلك علم الصحابة أن التوسل به علم الصحابة أن التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به. نعم. فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: توسل ممنوع هو التوسل بذاته والإقسام به على الله، أسألك بنبيك، بجاه نبيك، بحق نبيك، كل هذا لا يجوز، لأنه إقسام على الله بالمخلوق، والحلف بالمخلوق لا يجوز، لا يجوز بين الناس، فكيف يجوز الإقسام على الله بالمخلوق؟ لأن هذا شرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه أو بحقه لا يجوز. أما القسم الثاني الجائز فهو التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته، فهذا توسل جائز في حياته وموته عليه الصلاة والسلام، تتوسل بالإيمان به، بمحبته، بطاعته، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، هذا يجوز في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته. وأما التوسل بدعائه فهذا إنما يجوز في حياته عليه الصلاة والسلام ولا يجوز بعد موته. نعم. وكذلك علم الصحابة أن التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به
وطاعته ومحبته وموالاته. وهذا يجوز في حياته وموته، الإيمان به، محبته وطاعته، يجوز التوسل به في حياة الرسول وبعد موته، لا يمنع من هذا أحد. نعم. أن التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته. نعم، لأن توسل المسلم بأعماله الصالحة مشروع، وهذا منه اتباع الرسول، طاعة الرسول، محبة الرسول، هذا عملك أنت، عملك أنت تتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى، هذا جائز. نعم. أو التوسل بدعائه وشفاعته. وهذا في حياته، الأول توسل بالإيمان به، هذا جائز في حياته وبعد موته، أما التوسل بدعائه وشفاعته فهذا إنما يكون في حياته عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة. توسل به يوم كان حياً على وجه الأرض، ويتوسل به إذا بعثه الله الناس يوم القيامة فيطلبون منه الشفاعة عليه الصلاة والسلام. نعم. فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذا. نعم. فلما لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شيئاً من ذلك، ولا دعوا بمثل هذه الأدعية، وهم أعلم منا وأعلم بما يجب لله ورسوله وأعلم بما أمر الله به ورسوله من الأدعية وما هو أقرب إلى الإجابة منا، بل توسلوا بالعباس وغيره ممن ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم، دل عدولهم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول، أن التوسل المشروع بالأفضل لم يكن ممكنا لموته. توسل بالأفضل إذا كان ميتاً هذا غير ممكن، فيعدل إلى التوسل بالمفضول. لا شك أن الرسول أفضل من العباس، وأفضل من كل، أفضل من سائر الصالحين والأولياء، ومع هذا لم يذهبوا إلى قبره ويطلبون منه الشفاعة والدعاء بعد موته عليه الصلاة والسلام، وإنما طلبوا من الأحياء. هذا دليل على الفرق في هذه المسألة التي يغالط فيها بعض الجهال أو الضلال، يغالطون في هذه المسألة، يقولون كله واحد، كله واحد، حياة الرسول وبعد موته. أقول لا، ما هو واحد، هذا فيه تفصيل، كما مشى عليه الصحابة وهم أعلم مني ومنك، فنحن نمشي على منهج الصحابة رضي الله عنهم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فنحن لا نحدث شيئا لم يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. دل عدولهم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول، أن التوسل المشروع بالأفضل لم يكن ممكنا لأنه ميت، ولو كان الأفضل هو الرسول إذا مات لا يطلب منه شيء بعد موته عليه الصلاة والسلام، فضلاً عن غيره من الأموات. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. مما يؤكد هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. كيف يكون وثناً يعبد؟ يكون إذا اعتيد للدعاء عنده وطلب الشفاعة والتردد عليه صار وثناً، صار وثناً تبرك به ويدعى، يستغاث به ويطلب منه المدد، وصار وثناً. لا تجعل قبري وثناً، كيف يكون وثناً؟ قال: يعبد، وثناً يعبد، فإذا عبد صار وثناً، وهو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بقبر غيره؟ الله استجاب دعاء الرسول فحمى قبره من أن يوصل إليه أو يرى أو يدخل أحد عليه، ولهذا قال العلامة ابن القيم: فاستجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدا قبره، وأحاطه بثلاثة الجدران فاستجاب رب العالمين دعاءه
وأحاطه بدعاء بثلاثة الجدران حتى غدا بدعائه في حماية وصيانة وحماية ووقاية وأمان أو نحو من هذا. المهم أن الله استجاب دعاء الرسول فحمى قبره، ولذلك لم يدفن في البقيع عليه الصلاة والسلام كما دفن أصحابه، وإنما دفن في بيته حماية له، حماية له من أن يفعل عنده ما يفعل عند القبور من الاستغاثة والدعاء، لأن قبر الرسول ليس كقبر غيره، لو برز لتقاتل الناس عنده، ولكن الله حماه، ولكن الله حماه وصانه وصار دونه جدران لا يراه أحد عليه الصلاة والسلام. نعم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أولا دعا ربه، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ثم دعا على الذين غلوا في قبور أنبيائهم، فقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، من اليهود والنصارى وغيرهم. نعم. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه مالك في موطئه ورواه غيره. نعم. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تترددوا عليه، تجلسوا عنده وتقفوا عنده للدعاء، إنما السلام المشروع فقط كما فعله الصحابة، أما الدعاء عنده واستقباله للدعاء فهذا لا يجوز، التردد عليه كل ما دخل المسجد يذهب إليه هذا أيضا لا يجوز، لأن هذا من اتخاذه عيدا. والله استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فحمى قبره من ذلك. قد يقول قائل: أنا ما أذهب لقبر الرسول لأجل الدعاء عنده أو لأجل التبرك به، أنا لا أذهب لهذا، أنا شان أصلي عليه لأن الله أمرنا أن نصلي ونسلم عليه. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أنا من أذهب عند قبر الرسول للدعاء أو لطلب الشفاعة أو للتبرك، إنما لأصلي عليه امتثالا لأمر الله. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذا بجواب حاسم، قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فلا حاجة أنك تذهب إلى قبر الرسول لأجل الصلاة والسلام عليه، بل تصلي وتسلم عليه في أي مكان، ويبلغه ذلك ويرد عليك كما جاءت في الأحاديث. نعم. وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فإن صلاتكم تبلغني، ليس بلوغ الصلاة مقصورا على الوقوف عنده، بل إن الله يبلغه سلام أمته في أي مكان. نعم. وفي الصحيحين أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته من كمال نصحه لأمته ما شغله المرض وسكرات الموت عن نصحه لأمته، بل إنه حذرهم من أن يتخذوا قبره كقبور الأنبياء من قبل، تتخذ مصليات أو مزارا يتكرر كما عند الأمم السابقة، حذر من هذا وهو في مرض الموت. كما أنه حذر حتى أنه كان في سكرات الموت، كان عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت
وكان يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. ثم قال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها فقيهة النساء أم المؤمنين رضي الله عنها: لولا ذلك لأبرز قبره، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. فذكرت رضي الله عنها الحكمة في كونه دفن في بيته ولم يدفن في البقيع مع الصحابة، محافظة عليه من الغلو وصيانة للتوحيد. فهذا واضح جدا، إذا كان هذا مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره من القبور؟ نعم. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. نعم. في صحيح مسلم عن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس، بخمس، قيل خمس سنين وقيل خمس ليال. نعم. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. ولو الخليل، الخلة هي أعلى درجات المحبة، هي أعلى، لأن المحبة درجات، أعلاها الخلة وهي المحبة الخالصة للمحبوب، محبة خالصة للمحبوب، ولا تتسع لأكثر من واحد، لا تتسع لأكثر من واحد. الله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا، اتخذ إبراهيم خليلا، قال جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. بلغ المحبة الله له إلى أن وصل إلى درجة الخلة عليه الصلاة والسلام، والخلة لا تقبل الاشتراك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فلم تحصل الخلة من الله إلا لهذين النبيين الكريمين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأما بقية الأنبياء والصالحين فإن الله يحبهم وهم يحبونه، لكن لم يصلوا إلى درجة الخلة، هذه لم ينلها من الخلق إلا إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وهي لا تقبل الاشتراك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر محبة شديدة، هو أحب أصحابه إليه ولم يتخذه خليلا، لأن الخلة لله، ما تتسع أنه يتخذ الله خليلا ويتخذ أبا بكر خليلا، ما تتسع. لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، فهو لم يتخذ أبا بكر خليلا لأن الخلة لا تقبل الاشتراك، إنما هي لله عز وجل. فهذا دليل على فضل أبي بكر، وأن الرسول لو كان متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذه، هذا دليل على فضله رضي الله عنه، وأنه أفضل الأمة على الإطلاق. نعم. لكن الشاهد من الحديث، الشاهد من الحديث هو أوله أنه لا يجوز أن لا يجوز أن يغلى في قبره صلى الله عليه وسلم. نعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم. فإن الله قد اتخذني خليلا، هذا هو المانع من كونه لم يتخذ أبا بكر خليلا، لكنه صاحبه وحبيبه، لكن لم يصل إلى درجة الخلة التي يشارك الله فيها. نعم. فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. هذا محل الشاهد. نعم. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ألا فلا تتخذوا، أولا فإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، هذا فيه التحذير من التشبه
بهم في ذلك. ثم قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، صرح بالنهي. ثم قال: فإني أنهاكم عن ذلك، تأكيد بعد تأكيد أنه لا يجوز اتخاذ القبور مصليات، سواء بني عليها أو لم يبنى عليها، لا تتخذ القبور مصليات، صلى عندها يظن أن الصلاة عندها أفضل. نعم. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء هو شدة المدح والغلو في المدح. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، يعني لا تشتدوا في مدحي وتغلوا في مدحي، كما أطرت النصارى ابن مريم، عيسى بن مريم عليه السلام، فرفعوه عن درجة البشرية إلى درجة الألوهية، فقالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الله ثالث ثلاثة، المسيح ابن الله. هذا إطراء والعياذ بالله، هذا غلو في حق عيسى عليه السلام، مع أنه عليه الصلاة والسلام صرح بأنه عبد الله، قال: إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا، عبد، صرح بأنه عبد لله. اعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا كلام المسيح الذي حكاه الله سبحانه وتعالى عنه. ولكنهم والعياذ بالله خالفوه فغلوا فيه وجعلوه في مرتبة الألوهية، تعالى الله عما يقولون. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغلو الذي يجرنا إلى مثل هذا. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فتغلو في مدحي، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذه مرتبته صلى الله عليه وسلم، أنه عبد لله، ليس له شرك مع الله في الربوبية أو الألوهية، إنما هو عبد من عباد الله، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عبد مثلنا وبشر مثلنا، إلا أن الله شرفه بالرسالة، شرفه بالرسالة، فهو مثلنا في أنه عبد لله، وهو أكمل منا عبادة لله عز وجل، وأكمل الخلق العبادة، وأيضا هو رسول الله، امتاز برسالة الله له، وأنه خاتم النبيين. فنحن نثبت للرسول صلى الله عليه وسلم ما أثبته لنفسه وأثبته الله له، أنه خاتم النبيين، وأنه أفضل الأنبياء والمرسلين، وأنه عبد ليس ربًا ولا إلهًا، فلا ندعوه نستغيث به بعد موته، أو نطلب منه حوائجنا بعد موته، لا يجوز هذا. نعم. وقد روى الترمذي حديثًا صححه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم رجلاً أن يدعو فيقول: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك. نقف عند هذا، هذا مر علينا لكن الشيخ أعاده، نقف عنده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: انتشر في بعض رسائل الجوال هذه الرسالة: اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك أن تغفر لي، فمنك حسناتي ومني سيئاتي، فهل هذا الدعاء صحيح؟ الدعاء يكون على وفق السنة، على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، لا نخترع أدعية من عندنا. أتوسل بك إليك، هذا ما ورد، نحن لا نبتكر ألفاظا من عندنا ندعو بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من زارني بعد مماتي وجبت عليه شفاعتي. كل الأحاديث التي تروى في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بعد الحج أو في أي وقت كلها لا تصح،
كما نبه على ذلك أئمة الحفاظ من المحدثين. كل حديث في خصوص زيارة قبره لا يصح ولا يثبت ولا يصلح للاستدلال، وإنما تدخل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم في عموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور، فإنها تذكر بالآخرة. فإذا كانت قبور المسلمين تزار للدعاء للأموات والسلام عليهم، وقبره صلى الله عليه وسلم من باب أولى. وكما كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون عليه إذا قدموا من سفر. فأما خصوص زيارة قبره فهذا لم يرد فيه حديث يصلح للاستدلال. نعم. وقد قام السبكي بحشر هذه الأحاديث للاستدلال بها، فرد عليه الحفاظ، ومن أبلغهم ردا الحافظ بن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هلك كل من لم يركب مع نوح عليه السلام في السفينة، فيكون كل من أتى بعد ذلك من البشرية من ذرية نوح؟ نعم، كل أهل الأرض هلكوا، وكل ما على الأرض هلك إلا ما كان مع نوح في السفينة، وكل البشر هم من ذرية نوح عليه السلام. ولهذا يقال نوح هو أبو البشرية الثاني بعد آدم عليه السلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما دور طالب العلم عندما يرى من يدعو عند القبور كمثل ما ما دور طالب العلم عندما يرى من يدعو عند القبور مثل ما يحدث في مقبرة البقيع وغيرها، ويجتمع الحشود من الناس للدعاء؟ عليه النصيحة، وعليه النصيحة والبيان لهؤلاء. هؤلاء جهال، أغلبهم جهال، فعليه أن ينصحهم وأن يوزع عليهم من الكتب والرسائل المفيدة، لعل الله أن يهديهم أو تقوم عليهم الحجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تسوير المقابر بالأسوار المزخرفة والفاخرة؟ لا، التسوير طيب لحماية القبور من الامتهان والدهس والأضرار، فتسويرها هذا عمل طيب، لكن بسور عادي ليس فيه زخرفة ولا فيه تجميل، وإنما هو سور لحمايتها فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت عصر هذا اليوم إلى المقبرة، وكانت هناك جنازة من أهل أحد البلدان المجاورة، ثم لما فرغوا من دفن الميت قام رجل بالدعاء للميت، ثم قام الحاضرون بالتأمين، فهل هذا جائز في الشرع؟ هذا خلاف السنة، الدعاء للميت بعد دفن مشروع، ولكن لا بصوت جماعي أو واحد يدعو والبقية يؤمنون، بل كل واحد يدعو للميت، يقف ويدعو للميت. قال صلى الله عليه وسلم لما فرغوا من دفن أحد الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فكل واحد يدعو لأخيه ويستغفر له ويسأل الله له التثبيت، لا يكونون جماعة أو يرتبطون بواحد يدعو وهم يؤمنون، هذا خلاف السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أزور قبر والدتي على فترات للسلام عليها، وأقف عند قبرها رافعاً يدي للدعاء لها، فما المدة التي يجوز البقاء في الدعاء لها؟ وهل أجلس أثناء الدعاء؟ وماذا أفعل؟ هل أستقبل القبلة أم أستقبل القبر؟ الأفضل أن تدعو وأنت واقف، هذا هو الأفضل، ولا بأس أن ترفع يديك، لأن هذا من أسباب قبول الدعاء، رفع اليدين إلى الله سبحانه وتعالى، لا تطل البقاء عندها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصلاة على الجنازة بين القبور ورد فيها حديث في السنن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الجنائز بين القبور، فما حجة من يرى أنه يجوز الصلاة على الجنازة بين القبور؟
الصلاة على الجنازة بين القبور فيها تفصيل، إن كان لا يترتب عليها إهانة للقبور أو وقوف على القبور فلا بأس، إذا كان ما بين القبور واسعاً يسع المصلين ولا يقفون على قبر أو يطأون على قبر ما في مانع. أما إذا كانت القبور متقاربة ولا يمكن الصلاة على الجنازة إلا بأن توطأ بعض القبور هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخل رجل المسجد قبل أذان المغرب بحوالي نصف ساعة وصلى ركعتين تحية المسجد، فأنكر عليه أحد الجالسين وقال إن ترك المحظور أولى من فعل المسنون، فهل إنكاره صحيح؟ الإنكار لا ينبغي الإنكار، لكن يبين له بيان أن هذا وقت نهي، أن هذا وقت نهي، فلو جلس لكان أحسن. وأما الإنكار قال أنك فعلت محرم فعلت محظور، لا لا يجوز هذا، المسألة فيها خلاف قوي، هل يقدم النهي فيجلس أو يقدم الأمر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى صلي ركعتين، خلاف قوي في المسألة، فلا يقال أنك فعلت محظور، لكن يقال أنك فعلت خلاف الأولى حسب الدليل الذي ينهى عن الصلاة في وقت النهي، ويكون هذا باللطف وبالمفاهمة، لا يكون هذا بالعنف أو نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الراجح في فعل ذوات الأسباب في وقت النهي؟ كما سمعتم الخلاف فيها قوي، فمن رجح الأمر قال تفعل عند أسبابها، ومن رجح النهي قال لا تفعل، فالمسألة فيها خلاف قوي، فلا ينكر على من أداها ولا ينكر على من تركها، كل تمسك بدليل. نعم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم زيارة النساء للقبور؟ لا تجوز زيارة النساء للقبور، هذا خاص بالرجال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وفي رواية لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فلا تجوز زيارة النساء للقبور لهذا الحديث، وهذا ما استقر عليه النهي في آخر الأمر، كانت النساء في أول الأمر تزور القبور، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم منعهن من ذلك في آخر الأمر، فمن ذهب إلى جواز زيارة النساء للقبور أخذ بالأدلة التي قبل النهي، ولكن الصحيح أن هذه الأدلة نسخت بمثل هذا الحديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح طلب الدفن عند قبر أحد الصالحين؟ لا بأس بذلك، دفن المسلمين بعضهم حول بعض، ولا سيما الصالحين، مجاورة القبور الصالحين للأموات لا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مقبرة سقفت وبني مسجد فوقها، فما حكم الصلاة في ذلك المسجد؟ لا يجوز هذا، لأن الهوى له حكم القرار، فكما لا تجوز الصلاة في الأرض التي فيها قبور لا تجوز الصلاة في هواء القبور وسطحها. نعم. قد وسع الله الأرض، لماذا يقتصر على المقبرة ويبنى عليها على سطحها مسجد؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرأي في من يخصص يوم الجمعة لزيارة القبور والصلاة على الجنائز، هل فعله مشروع؟ تخصيص يوم الجمعة لا دليل عليه، النبي صلى الله عليه وسلم حث على زيارة القبور ولم يحدد يوما معينا، نعم، لزيارة القبور أو لشهود الجنائز، كذلك حث على تشييع الجنائز ولم يحدد يوما معينا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، هل ذلك مباح؟ لا، يدخل في عموم النهي ويدخل في عموم اللعنة، لعن الله زوارات القبور، هذا عام، قبر
النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقبور غيرهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، يقول الصوفية بأن هذا الحديث المقصود بالإطراء فيه أن تقول إن محمدًا صلى الله عليه وسلم إله كما قالت النصارى، وما عدا ذلك من الإطراء فجائز كالموالد وغيرها، فهل قولهم صحيح؟ هذا من تحريف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول نهى عن الإطراء وهو الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم، لما قال له بعض الوفود: أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت خيرنا وابن خيرنا، قال: قولوا ببعض قولكم أو قولوا بقولكم أو بعض قولكم، فإنما أنا عبد، يقول عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. وهم ما قالوا إلا أنت سيدنا، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، وخيرنا، نعم هو خيرنا عليه الصلاة والسلام، لكنه خشي عليهم من الغلو فمنعهم، نهاهم عن ذلك. ولما جاءه الصحابة آذاهم منافق، فقالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. خشي عليهم من الغلو، ما وصلوا إلى أنهم مثل النصارى كما يقول هذا المفتري، ما وصلوا إلى مثل قول النصارى. الرسول يغيث في حياته، يغيث، يقدر يردع هذا المنافق، ولكنه خشي عليهم من الغلو. ولما قال له من قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. فهو صلى الله عليه وسلم يمنع من الغلو في حقه، ولو لم يصل إلى غلو النصارى المسيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، نعم، فهل يفهم من هذا الحديث أن أصحاب الكبائر لا يكونون شفعاء يوم القيامة؟ اللعانين، خاص باللعانين. نعم. نعم، الحديث في موضعه ولا يعمم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول بعض العوام إذا تحدث قال: بحق الرسول، وهو لا يقصد التوسل به إلى الله؟ تبين له، تنصحه عن هذا، لا تتركه، قل: هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا ينهى بعض أهل العلم عن توزيع المياه في المقابر، وهل هذا من سد الذرائع أما باب هذا النهي؟ نعم، هو من سد الذرائع. أولاً أنه عمل محدث، وثانياً أنه من سد الذرائع، لا يأتي من يأتي بأطعمة ويأتي بصدقات عند القبور، يتوسع الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا يقول والدي كبير في السن ويعاني من مرض الهرم، وهو يصلي لكنه ينسى ويتكلم في صلاته، فهل نأمره بالإعادة أم ماذا نفعل معه؟ الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا صلى على حسب استطاعته هذا يكفي، ولو تكلم فيها، لأن هذا من غير قصد، ومن غير، إنما هو بسبب كبر والهرم، فصلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد أورد باب التصوير في هذا الكتاب، فما سبب ذلك؟ أن هذا من أسباب الشرك، التصوير من أسباب الشرك، كما حصل لقوم نوح لما صوروا صور الصالحين. نعم. يقول فضيلة الشيخ، لا سيما إذا علقت الصور، لا سيما إذا كانت الصور لمعظمين، كانت الصور لمعظمين كالولاة والعلماء والعباد والصالحين، هذا يكون سبب للغلو فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن الخلة لا تتسع لأكثر من شخص. نعم. فكيف باتخاذ إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام؟ هذا من الله جل وعلا، أما المخلوق لا يتخذ خليلا مع الله، أما الله جل وعلا إنه لا يحكم عليه ويمنع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من بعض طلبة العلم من يحدث أقوالا ومسائل وأمور لم يتطرق إليها السلف الصالح، ظنا منه أنه قد ظفر بها واطلع عليها دون من كان قبله، ويصرح بها بحجة أن الكتاب والسنة معين لا يجف ويؤخذ منه في كل زمان، فما هو الضابط لمثل هذه الأقوال؟ إذا حدث أمر يستدعي البحث ولم يسبق أنه بحث، فلا مانع من أن العلماء يبحثون فيه ويستنبطون حكمه من الكتاب والسنة، لكن العلماء هم أي واحد متعالم أو مبتدي في طلب العلم، هذا يكون للعلماء، ولا يكفي واحد أيضا، لا بد يكون من هيئة من العلماء ينظرون في هذا الأمر. ولذلك تعقد الاجتماعات بين العلماء في الاجتماعات الرسمية، وتعرض عليهم المشكلات مثل المجمع الفقهي، ومثل هيئة كبار العلماء، ومثل لجنة الإفتاء. فهذه الأمور تعرض على الهيئات العلمية، ما هو يجي واحد ويصدر فيها أحكام فردية، هذا لا يصلح أبدا، لا سيما إذا كان متعالما ولا مبتدي في طلب العلم، هذا لا يجوز. هذه أمور تحتاج إلى الاهتمام، ولا يقول أنا أخذ من الكتاب والسنة. أنت ما عندك مؤهلات يا أخي توصلك إلى الأخذ من الكتاب والسنة، ما وصلت، ولا عندك شروط الاجتهاد حتى تكون في مصاف الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي ومالك، ما وصلت إلى هذه الدرجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من فرنسا تقول: هناك امرأة كافرة تريد الدخول في الإسلام. الله جل وعلا قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأمور المهمة والأمور العامة للمسلمين لا بد أن ترجع إلى أهل العلم وأهل البصيرة ينظرون فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من فرنسا تقول: امرأة كافرة تريد الدخول في الإسلام واقترضت قرضا ربويا من بنك، فإذا دخلت في الإسلام وسددت هذا القرض هل تتوب من ذلك القرض، علما بأنها كانت جاهلة لحكم الربا؟ إذا أسلمت إنها يحرم عليها الربا، لكن ما كان قبل الإسلام إنه معفو عنه، يوجد الشرك قبل الإسلام والكفر قبل الإسلام، هذا يعفى عنه، التوبة تجب ما قبلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أنا شاب متمسك بدين الإسلام ومؤدٍ للصلوات المكتوبة مع الجماعة، وأجد في قلبي كثيراً من الوساوس، حيث إني أقول إني ما صليت الصلاة التي قبل هذه الصلاة أو التي بعدها، ويتكرر مني هذا الأمر، فما هو التوجيه في هذا؟ توجيه أن تترك الوسواس، أن تترك الوسواس ولا تلتفت إليه، فإذا صليت فصلاتك صحيحة إن شاء الله، واترك الوساوس، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأكثر من ذكر الله، تلاوة القرآن، سيذهب عنك الوسواس بإذن الله. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.